بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلة الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. ماذا تأكل؟ طيور الفيشر أو الغندور أو طيور وطيور الروز؟ فيديو سريع يا غالي. تأكل بذور عباد الشمس، تأكل كذلك بذور الدخن، تأكل كذلك بذور الفلارس، كذا ومثال تأكل القرطم أو الكاردي بالمغربية، باللهجة المغربية الكاردي قرطم. هناك من الطيور التي تأكل الشوفان أو الخرطال. هذه هي البذور التي تأكلها طيور الروز والفيشر أو الغندور. لا تنسوا دعمي بلايك وأن تشتركوا في القناة إن كنتم غير مشتركين. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور. في رعاية الله.